جوارديولا ورياض محرز، ليش انت تنصر؟ عشان هو عربي ما تلعبه يعني، انت ما تحب العرب؟ قول لي محمد انت قاعد تصور وين؟ اوه هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا لهذا النجم الكبير. صدق صدق يا شباب، حبيب 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 حبيبي، مشكور مشكور، على راسي على راسي. طيب محمد انت لما تصور يكون في مراكسي، يعني مراكب بس يشوف الاضاءة. طيب انا يا اخوان غيرت السيت اب والمكان، او المكان اللي اصور فيه غيرت المكان، وان شاء الله راح نطول لاعلى والاعلى. معي مني اللابتوب، لابتوب راح يكون يعني جديد للمونتاج، اول مرة راح امنتج هالفيديو بهذا اللابتوب، وانا راح امنتج الفيديوهات الحين. صرت مو المونتج، لا انا الحين كل الفيديوهات انا راح امنتجها. طيب راح نقول لكم شيء، باليوم الواحد راح يكون في فيديوين، اوكي؟ باليوم الواحد فيديوين، واحد الساعة 1 الفجر، اوكي؟ واحد الساعة 5، واحد الساعة 4:30 الفجر، ممكن إذا متأخر 5 الفجر. طيب خليكم جاهزين، واللي يقول لي الساعة 5:45 أنا نايم. طيب واحدة طالع فيديو، واحدة باشر منكم طالع فيديو اللي نزل 4:30 5، اوكي؟ هذا راح يكون جدول جديد. باليوم الواحد قلت لكم فيديوين، قلت لكم اوقاتهم يا شباب. انا راجع رجعه قويه ان شاء الله، ان شاء الله نطور الاعلى والاعلى. انا بغير مكان اصور فيه، شوفوا انا قاعد على السي تي في هذا كذي، يعني غيرت، عندي مني صوره برشلونه، عندي صوره كذي، عندي ست براي اشياء مني اللابتوب امنتج فيه، شوفوا انا لا تفضل ما ادري ايش الزياده. طيب مونتاج حقكم علي باول فيديو، لان توني سويت فيديو مغير مكان التصوير، اول مره انا امنتج فيديو باللابتوب، اول مره امنتج فيه، انا متعود امنتج بالسوني وبالايفون اذا بمنتج يعني فيديو، اول مره امنتج، وعلى اللابتوب اول مره امنتج باللابتوب، يعني المونتاج حقكم علي. طيب طيب اليوم يا شباب راجع لكم فيديو جديد، فيديو اليوم راح يكون قوي جدا رسمي. اليوم راح نعطيكم رسم قطعا وليس توقعا، مباراة السيتي ومانشستر يونايتد على ارض الاولد ترافورد، ومباراة روما والانتر يوم الاحد الساعة 2:30 الظهر. طيب بتاريخ 10/1، طيب تاريخ 6/1 بتتوقع لنا القمة اللي هي باكر يوم الاربعاء، قاعد اسوي يوم الثلاثاء، توقع لنا حق يوم الاحد، مواجهتين قوية جدا قوية جدا. يلا نبدأ من مباراة مانشستر يونايتد والسيتي. سيتي بعناصره وبمدربه بيبي غوارديولا، العقلية الهجومية اللي عنده ياها، سو العقلية. اقول لك ليش، تعال قول لي، تعال اسمع. انت لما لعبت ضد كل الفرق وتوتنهام وما ادري منو، كله هجوم 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 هجوم، طب انت دافع دافع يا ولد، ما يدافع. طيب يلا الحين نبيك هالمره بالمباراه صدق هاجم، لان دفاع المانيو ضعيف جدا، فقط ماغوير والكس تيلش هما الاثنين بس يدافعون زين، ايساكو ونينجلو ولا شيء ولا شيء، وعندك ثلاثي الرعب فيران توريس، عندك خيسوس، عندك أغويرو، ستيرلينج، وعندك دي بروين ورا لصناع الألعاب. دقيقة، بيب غوارديولا ورياض محرز، ليش انت عنصري؟ عشان هو عربي ما تلعبه يعني، انت ما تحب العرب؟ طيب لا تصير عنصري، تشوف أداء داخل الملعب، انت تبي تلعب على العنصرية ولا تبي تفوز اللقب؟ إذا محرز أفضل من فيران توريس لاعب محرز، مو تقول عنصري، انت تبي تفوز باللقب فلاعب الأفضل. وبصراحة قول لي هذا شاب قاعد يتطور، زين لما يطور 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 اللعبة لعبة لعبة لعبة، مش عمره 25 26 سنة، لعبة محرز متطور بس صار أداء قوي. هيا شناطر انت، لعبة لعبة يا ولد، لعبة يا أخي لعبة. وين نرجع؟ أتمنى ينزل بالتشكيلة أغويرو في الهجوم، على يسار ستيرلينج، على يمين رياض محرز، ثلاثة خط الوسط برناردو سيلفا، رودري، وكيفن دي بروين، رباعي خط الدفاع ووكر، روبن دياز البرتغالي،
بجانب فرناندينهو، على اليسار جو كانسلو. طيب وفي حراسة المرمى ادرسون، المباراة راح تكون قوية تكسير ايضا. فريق يونايتد دفاعيا سيء وانت هجوميا قوي، فلازم تضربه 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 تضربه، هم من وين راح يضربك؟ لان هجومه قوي وانت دفاع قوي، نفس الشيء انت، لكن انت بعناصرك الهجومية افضل من عناصرك، عند راشفورد عند مارشال. طيب وانت عندك ستيرلينج وعندك دي بروين يتقدم، محرز فيران توريس اغويرو خيسوس، يا ساتر يا رب يا ساتر. المباراة هذه أولي غونار وجه لوجه مع سولشير، لا أولي غونار سولشير وجه لوجه مع بيب كوارديولا، والمباراة راح تكون قوية تكسر عظام والله على ملعب الأورتفورد. توقعاتي فوز مانشستر سيتي. جماهير المانيو لا تغلقون مني، مجرد توقع مجرد توقع، أنا بميل للسيتي وأحب أتمنى السيتي. أنت غير، انت ممكن تتمنى يفوزون اليونايتد، انا اتمنى يفوزون سيتي. طيب كل واحد له وجهة نظر، احترم وجهة نظرك واحترم وجهة نظري. طيب روح المباراة اللي بعدها، مباراة روما والانتر. الانتر قدام روما وروما وراه، اذا بيفوز روما عنده افضلية، لكن بالعناصر الانتر افضل، لكن قطعا ورسميا روما يفوز. هذه كانت حلقتنا اليوم، اتمنى يعجبكم مقطع اليوم، لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، ان شاء الله راح نطول اكثر مونتاج، ان شاء الله يعجبكم جهاز جديد اول مره منتج فيه، ان شاء الله يعجبكم مونتاج، مقدمه جديده ممكن نحط، خاتمه جديده، كل شيء جديد، السيت اب مكان مغيره واشياء حلوه، وان شاء الله نتطور وياكم. يعني انا ما امشي بروحي، امشي وياكم نتطور احنا ويا بعض وياكم. اطيح ان شاء الله ما نطيح، ان شاء الله ما نطيح، اطيح اطيح وياكم، اصعد اصعد وياكم، كلنا ويا بعض، واحد احنا ويا بعض. طيب اتمنى يعجبكم مقطع اليوم، لا تنسون لايك وشير وسبسكرايب، انشر المقطع في كل مكان. وبس حساباتي كلها تلاقوها تحت في الوصف وفي الديسكريبشن. سامحني طولت عليكم ومع السلامه.